لي بقى، هو ليه لم تنشر هذه المذكرات؟ هو الحقيقه كان معتمد على كاتب يعرفه كويس قوي انه يأيفها تاني، يوضبها، يظبطها، يكتبها خلاص. وللاسف ما عملش حاجه خالص، وفضلت المذكرات دي موجوده عنده في بيته اكتر من 10 سنين لغايه ما اخذتها منه. ولسه الكاتب يعني عند الكاتب ما عملش حاجه، ما عملش حاجه. غريبه دي. كويس انك استردتيها. فانا كنت طبعا خايفه الراجل يجرى له حاجه وما نعرفش ناخدهم، فاخذتهم منه. هل هتنشريها؟ انا اتمنى انه حد يساعدني في انها تتنشر، بس هو ما كتبش حياته كلها، يعني هو دي كنوز ابتدى. دي طبعا ده كذا. اظن يا طارق ان احنا ممكن ان احنا نكلم حد من الشروق او غير الشروق، ان احنا نخلي حد ينشر. ده شرف انه مذكرات انا اتمنى حد يساعدنا، وطارق يقدر يكتبها طبعا. طبعًا، طبعًا يعني طبعًا. افضل من يكتبها استاذ طارق، لان هو عارف الشخصيه، يعرف عبد المنعم مدبولي. ده شرف. بس هو ما كتبش. الاستاذ مدبولي اساسا كتيب، ما هو بيكتب دراما، ويعني كتيب عارف الجمله. بس هو انا فاهم يقصد ايه، يقصد المعالجه الصحفيه صح. بتحتاج لاضافه ما بس اكيد الماده نفسها ماده سريه وعميقه وتفتح ابواب كتيره. هو بقى كان بيكتب ده لازم بطريقه غريبه جدا. ممكن تقري لنا حاجه بس عشان نبتدي؟ عشان لازم يطلع للناس ده. يعني هذه المذكرات طبعا قيمه مهمه، لازم تطلع للناس. لنا بس كده فقره فقرتين حته صغيره. ممكن. اوكي. في هذا السن وانا صغير بدات اشعر وارى نظرات العطف والحنان، واسمع كلمه يتيم، مسكين يتيم، مات ابوه وعمره 6 اشهر. وظلت هذه الكلمات والصفات أسمعها في كل مكان، وبدأت أحس أني اليتيم طفل غريب، أو طفل أقل شأنا من الأطفال جميعا، فهو طفل ناقص. نعم، فالطفل اليتيم الأب ينقصه السند، ينقصه الحماية، تنقصه ذراعين تحتضنه وتقبله كي وتحقق له كل مطالبه. فالطفل اليتيم ينقصه كل شيء، فلا حماية له ولا معين إلا الله. في أجمل من كده؟ الله. هل دي محتاجة غير إنها تنشر؟ طارق مش محتاجة لأي إضافة. يعني ما تسيبش الكنز ده. ده مكتوبة. ده شيء رائع، وهو كاتب بأسلوب رائع. عايزة تقري حاجة تانية؟ مش محتاجة. وهو كان يتيم، هو ولد يتيم الأب أو هو والده توفى وهو عنده 6 شهور. يتيم.